بتعيطي ليه يا بومه؟ انا ما بعيطش يا خال. امال ايه ده، دموع في العين واقعه؟ انا كان نفسي تبقى خطوبتي قوي. يا بنت مفيش مشكله، افرحي لاخوكي، وبعدين اول ما تشوفي العروسه ارقصيها من ركبتها. انا هقرص حيدر. حيدر ده ما يتقرصش غير من لباليبه. يا داوود يا عسل. بسم الله ما شاء الله، عريس يا اخواتي، مبروك. مع انها جوازه ما تشرفش يا ابني. والقميص ده اللي يشرف يا خاله؟ يا ده ماركه، ده كده سيراتو 2010، انت ايش فاهمك في اللبس انت؟ مبروك يا داوود، عقبال ما اشيل عيالك. دي متعشمه تشوف عياله. الله يبارك فيك يا تيتا، بس دي مش خطوبه، احنا بس رايحين نقابل باباها. جراي يا جدع انت. انت ما بتبطلش اكل على طول، ايدك في بقك. معلش اصل الاكل حلو قوي، والنهارده مناسبه سعيده يعني. انت رايح معاهم برضه يا خالو؟ ما اعمل ايه يا دعاء؟ ادرجوا، هم اللي هتتشرفوا بمين غير خالكوا؟ بلا نيله. عقبالك يا دعاء، عقبالك. امشي يا بربري بدل ما اخرم لك لغدك ده بدبوس. امشي. وبعدين بقى في خالك اللي معطلنا ده حق عليه ان هو راح يجيب لك شويه حلويات تتشرف بيهم قدامنا سايبك، وبعدين ابوك لسه ما نزلش. ربنا يستر يا عم، ده بص بيلبس قميص في قد ايه؟ يا ابني اسمع كلامي، انا جاي لك من المستقبل وبقول لك بلاش. يا جماعه انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ هتكروني في الجوازه؟ تصدق وتؤمن بالله انت فرحان فرحه لهبل، انت عارف يا انت بعد الجواز هتفكر كل يوم تنتحر، تموت نفسك. اعوذ بالله يا عم، سلمى مش زي ياسمين اصلا. والله العظيم كلهم زي بعض، نال على عينك. يا عم لا، انا بشوف ياسمين دي كتير طلباتها كتير قوي. والله العظيم كلهم زي بعض، نفس النكد ونفس الجوز ونفس الطلبات. ياسمين زي ام الخير. وانت كده بتقول تنصحني وتديني نصيحه؟ ده صدقان نفسي يا عم. يا ابني اسمع كلام، انت عارف وشك ده بعد الجواز هتكسل تغسله، طلبات طلبات طلبات، والواد سخن، الواد برد، الواد عايز بامبرز، ده البامبرز ده لوحده يسد النفس. ده كفايه ان انت تشوف فلوسك بتترمي في الزباله، غير بقى ما خرجناش ما سافرناش، لا اروح الساحل، لا اروح السخنه، لا مش عارف ايه. ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك، ما تبوظليش الجوازه، ما تبقاش انت واختك وخالك عليا منين ولا منين. انا عايزك بس تفتكر الوقفه دي والعربيه دي والبيت ده وتقول يا ريتني كنت سمعت كلامك يا اتش، وتضرب نفسك 60 جزمه وتقول انا ابن كلب. مين اللي كلب ده؟ عمرو، عمرو ابن كلب. عايزك اللي حطكم وسع كده عشان اقف جنب العريس. جبت لك بقى شويه حلويات سد عنا سايبك بيها، كيلو رموش الست وكيلو بلاغيت الست وكيلو صوابع زينب. طب ما كنت جبت الست نفسها يا عم وريحتني. ما الست مش فاضيه، عندها فرح. كيلو كيلو كيلو، ده هي كلها نص كيلو يا خالو. الله، في ايه يا هشام؟ في ايه؟ ما تحرجنيش يا اخي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.